لو سمحت عاوز اعمل بلاغ. اهدى بس يا استاذ، اديني بطاقتك وانا هعمل لك البلاغ. حاضر بطاقتك. ايوه البطاقه اهي. سهام عز الرجال. سهام عز الرجال بالظبط. هو انت دب 983 افندم؟ اقصد يعني رقم عربيتك د واو ب 983. ايوه افندم هي بالظبط. تمام خليك معايا ثواني يا استاذ يوسف. ايوه يا فندم. ايه ده انتوا مسكتوه؟ يا انت كريم يا رب. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم. في شكر ولا حاجه يا استاذ يوسف، انت عشان راجل طيب وابن حلال ربنا بعته لنا لحد عندنا. لا وايه جاي يعمل محضر اهو، وقع في شر اعماله. محضر ايه؟ لا ما كنتش جاي اعمل محضر. نعم ما انت كنت جاي تعمل ايه؟ انا كنت جاي اصور البطاقه. لا والله يا استاذ يوسف الاشكال دي انا عارفها كويس، دول معتادين اجرام باين على وشه. هو تلاقيه جاي يعمل محضر علشان يبقى محضر قصاد محضر وخلصت على كده. انا اذنك يا استاذ يوسف هرد على التليفون وارجع لكم. اتفضل يا فندم. محضر اللي انت كنت جاي تعمله؟ لا 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 انما ما كنت جاي اعمل محضر، بس انا عايز اعرف حاجه، هو انت ازاي لحقت تعمل كل ده؟ ما انا عارف ان انت كنت هتعمل كده، رحت اقرب اسمي ليك وعملت فيك محضر عشان انا درسك كويس. بس انت فاهم ما تكدبش. حاضر. ايوه يا استاذ يوسف. ايوه يا فندم. تحب نحرك المحضر ونعمل له قضيه ولا تسامحه وتخلص الموضوع؟ اسامحه؟ ده انت ما تعرفش ساعتك عامل فيا ايه؟ ده ضربني وكسر عربيتي، انت كان عايز يقتلني، كان عايز يقتلني ده، عايز اسامحه. انا اسف، انا اسف والله. استغفر الله العظيم. سامحني والله ما هكررها تاني، مش هعمل حاجه تاني ولا عايز اعمل محضر ولا حاجه. استغفر الله العظيم. انا اسف والله يا استاذ يوسف، والله ما قصدي، مش هتكرر تاني. خلاص سامحه، عفى الله عما سلف. ما اقدرش اخد اب من عياله. شايف الراجل الطيب؟ قوم بص على دماغه. لا 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 يا استاذ يوسف، يا ريت كل الناس تبقى زيك كده. بلاش. ايه قصدي؟ يا ريت يا ريت. شكرا يا باشا. عفو. شكل ساعتك يا فندم. العفو يا استاذ يوسف، اتفضل. انا اسف والنبي سامحني يا استاذ يوسف. اسامحك؟ انت دكتور مش امين على اسرار المرضى بتوعك، انت ما طلعتش سهل خالص. والله العظيم ابدا، ده انا سهل جدا ورخيص، بس جربني. المشكله بس ان انا اعصابي بايظه اليومين دول، عندي تخبط. انا واحد هيموت بعد 14 يوم. لا ما هم بقوا 13 بس. ايه ده؟ ليه؟ ما انا لقيتك مسالك ورحت تبلغ عني فخصمت لك. وانا شغال في القريه الذكيه. حضرتك يا استاذ يوسف انا الساعه بتفرق معايا مش اليوم. بس انا عملت كده في نفسي. عندك حق. ما تعملش في نفسك كده تاني. خلي بالك من نفسك. حاضر يا استاذ يوسف. حاضر. طلعت؟ زي الفل. تسلم ايدك. طب روح. حاضر. روح. حاضر.